بلدان على هذا الليفل وعلى هذا الحجم كانت عم تتغير وشعبها عم يعمل تغيير بأرضها بمساحتها. فقد ايه نحن صغار قدام هذه البلدان لنقول نحن ما فينا نعمل تغيير، نحن ما فينا نغير. التغيير ببلش بمبادرة شخصية من كل واحد فينا اللي هي initiatives of change. لما الشخص يقرر انه انا وصلت لمطرح انا بدي اخذ هاي المبادرة لتكون عم بقدر حسن بمجتمعي او اوصل للمحل اللي انا بدي اياه، بدها تكون فردية، بدها تكون نامية عن قناعة شخصية انه انا بقدر غير. التغيير ما بيصير ولا مرة بالحكي. تحدي مثل صغير، انا هلا اذا بحضر جيم فوتبول، اوكي تصور كلنا فاميليا مع فوتبول وبنحضر فوتبول، بقدر انتقد قاعد ببيتي عم بحضر جيم، بقدر انتقد الجمهور، بقدر انتقد الهجوم، بقدر انتقد الدفاع، الجولر مين بطل، منتقد الحكم. اوكي اعطوني طابق قولوا لي الكود فيها من هون لاخر الملعب بوقع 4-5 مرات. فبال 2016 بالزمن اللي نحن صرنا فيه هلا رح تطلع بالانجلش، اتس نوت وات يو نو اتس وات يو دو. مش انا شو بعرف، انا شو بعرف اعمل. المعرفه صارت كثير هينه، مين ما بيجي بيقول لك هلا انا عندي معلومه ما بدي خبرك اياها، قل له سامع بالانترنت، سامع بجوجل. اوكي فينا كلنا نعرف المعلومه. هلا نحن بزمن انا شو بقدر اعمل، شو الكومبيتنسيز تبعي، شو المقدره تبعي. وشتانا اذا بدكم ما بين انا بعرف شيء او انا بعرف اعمل شيء. هون الفرق، هون الفرق لما الشخص يقرر انه انا بدي اوصل لطموحي او لحلمي اللي انا اكس شو ما كان يكون، بحط هذا التارجت وبيمشي وراه. بس يكون الفوكس هالقد الهدف تبعه على هذا التارجت مستحيل ما يوصل، مستحيل يكون عم في شيء عم يوقف بدربه ويقول انه لا انا ما بقدر اوصل. لما يكون عن قناعه مقتنع انه انا هيدي اللي بدي اياها اكيد رح يوصل. ما حدا يقنعكم انه معقول شخص بيوم من الايام ما يوصل للي هو بده اياه بيست على اللي حواليه او بيست على المجتمع اللي هو قاعد فيه او بيست على البلد اللي هو قاعد فيه. بمجرد ما يكون هدفنا هالقد واضح بنقدر نوصل. رح اعطي مثل ثاني. هلا اذا بنحط السيمبتومز تبع حيالله مرض على جوجل، لنقول انا عم بعطس كل 10 دقائق وعم بوعها بالليل، لنقول مرتين ثلاثه، رح نوصل لنتيجه كثير قريبه للي بيعطينا اياها الحكيم. بس هذا ما بيعني انه نحن صرنا حكيم. في شخص درس وتعب وقعد سهر وقضى ليل ونهار وواصل ليله ونهاره ليعمل حكيم. فانا ما فيي بكل سهوله اجي اقول انا بعرف، انا بعرف كل شيء، انا ماني بحاجه لحد. كلنا بحاجه لبعض، كلنا بحاجه لنكون حد بعض، وكل حدا بدور. الروتين اللي نحن وصلنا له بحياتنا هو اللي عم يوصلنا لمحل مثل يأس فينا. رح نعطي مثل على شغل، إذا شخص بيوصل على شغله كل يوم من 8 ل 5، على 8 بيتكس، على 5 بيتكس برا، على 12 بيطلع بيحط الأكل تبعه بالمايكروويف، بينطر دقيقتين بيصحوا بياكل. هذا الروتين يلي ما عم بخليه تو اكسبوز ولا شيء جديد بحياته، ولا عم بيعمل له تشالنج بحياته، ما بيوصله لمحل. إذا ما كان هو حاطط براسه إنه لا أنا مش هذا اللي بدي إياه، أنا بدي أعمل شغلة أنا مقتنع فيها، أنا بدي أعمل شغلة بحبها، ما بيقدر. ما بينجح فيه. هذا الروتين اللي عم ينزل على شغله كل يوم رح يخليه يمشي تراك من فروم اي تو بي، رح يصير يمشيها كل يوم. فهو رح يصير اكسبرت بهذه الشغله، رح يصير بيعرف يعمل هذه الشغله من هون لهون كل يوم بنفس الطريقه ومن دون اغلاط لانه صار عم يكررها كذا مره. بس خلينا نكون كثير واضحين، هون بيجي الفرق بين انا عندي 10 سنين خبره بالحياه او انا عندي خبره سنه عيدها 10 مرات. هون الفرق تبع هذا الشخص يلي بيكون عن جد عم بيجيب خبره بحياته، بيكون عم يبرم على كل شغله معقول يستفيد منها، مع كل حدا ممكن يستفيد منه، من كل حديث بيقعد بيحكي هو اياه. انا على صعيد الشخصي بعتبر الاحاديث مع ناس كبار بالعمر كثير كثير بتعني لي، كثير بتفيد، لانه بعتبر عندهم خبره معينه بحياتهم قادرين يفيدوني فيها. وبنفس الوقت انا كل شيء بعرفه بيكون لهود الاشخاص اللي بهذا العمر، اللي بعض بيكون عندهم إرادة إنهم يتعلموا وبعضهم عندهم إرادة إنه يشوفوا شيء جديد. فهذا الكسل اللي نحن وصلنا له هو اللي بيوصلنا لهون لهذا اليأس، إنه نحن كل شيء صار مأمننا نحن قاعدين، وهذا الشيء ما منه غلط. رح أعطي بس هيك مثالين على الصعيد الشخصي. أنا أيام بكون راجع من شغلي على الوحدة بالليل، أوكي؟ أنا عارف إنه ما في حدا على الطريق وبتطلع على كل الزوايا ومش جاي حدا، بقدر أقدر. أنا عارف إنه ما في دركة وماني خايفان يعمل ظلم، بس أنا بوقف على الإشارة الحمراء.
لأنه مقتنع أنا إنه حتى ولو ما في حدا وأنا رح أوقف لأنه هذا الشيء صح، هذا الشيء بنظم لي حياتي وأنا عارف إنه الدركة ما رح يشوفني وبيقطعوا من حدي وبيسبوا لي وبيزمروا لي إنه بالمرة أنت واقف عم تشارك عمر ساعة قدام الله مين بيعمل؟ أنا بتضل إشارة خضراء وبتكفي حياتي طبيعي وهذا الشخص اللي قطع زمرني وسبرني رح تكفي حياتي طبيعي الفرق أداه هو من جوا بيكون مقتنع أداه نفسيا مرتاح باللي عنده فكمان هيك بتشوف العالم هلا هالقد تنس دايما هالقد مشنجه هالقد على زمور مستعد يصير مشكل لانه الناس بطل عندها سيستم بحياتها معينه تقدر تمشي عليه فوضى كيف ما كان فكرمال هيك انا بالنسبه لالي هاي الاشاره الحمراء يلي هي مثل كثير صغير من هود الالف سياره يلي قطعوا انا مأكد انه في سياره وحده رح تقول انه لك ما ألز واقف على الاشاره الحمراء فهذا الشخص انا ما عندي مشكلة يكون هذا الشخص بس هيك عم بيقول لانه رح يجي بكره شخص ثاني وهو يوقف على اشاره حمراء ويقول واحد ثاني هيك فهيك بنبلش عن جد يكون عم نغير المبادره هي بس شغله فرديه بتكون ما حدا بده يكون جابك عليها ولا معلمها من حدا بس بدها تكون عن قناعه رح اعمل سوري عم بعمل شيرنج اكسبيرينس من اشي انا عايشها بحياتي فبس لانه بتكون كثير كثير اقرب يمكن للواقعيه بتكون كلنا فاميليار معه راح احكي بس انا كيف بلشت بشغلي اللي هلا انا فيه من بعد ما كان لي 5-6 سنين بشغل انا بعترف ما كنت كثير مبسوط فيه بس كنت مضطر عليه لانه بدي ادفع استجمعتي ولانه نحن ببلد هذا المسار يعني بدي يعيشه الشاب اللبناني ما نضحك على بعض نشتغل شغلتين وثلاثه لنكفي حالنا واكيد راوت اوف هذا الموضوع لانه هو اللي بخلينا نوصل لكاركتر معين نحن بنكون عم نطمح فهذه الشركه بعد 5-6 سنين انا كنت بلشت فتش شيء برا بكون عم لاقي حالي اكثر فيه، في فيكنسي انفتحت بمحل ما هلا انا موجود كثير بحبها. فقدمت عليها نزلت على المقابله قالوا لي انه الكونترا رح يكون بس على شهر وما فينا نوعدك اذا بيتجدد او لا. فقلت لهم ام سوري انا ما بقدر اخذ هذا الريسك لانه عندي كثير اشياء بحياتي برايورتيز فمضطر اكون موجود معهم. اوكي باي باي وفليت وصلت على باب الاسانسير لفيت ورجعت لعندها. قلت لها صراحة أنتوا بعتين وراي لأنه في عندكم بروجي كبير ومضغوطين فأنا أخذت فرصة من شغلي اليوم لأجي على الانترفيو فأنا ما عندي شيء بدكم تبقى ساعدكم اليوم فهي كانت إنه قادر تساعدنا قلت لها أنا مفرص اليوم وما عندي شيء فأكيد بقدر ساعدكم فبمجرد ما عملت هذه المبادرة يعني ما حدا كان جبرني عليها ولا معلمة من حدا ولا حدا قال لي عمون هيك هي اللي خلتني يكون هلا بالشغل لانه راحت بنفس النهار بعد 10 دقائق ولا ساعه قالت لي انه الكونترا رح يكون على 6 اشهر. فهذه المبادره بس فبس ما رح طول كثير اكثر بقى فبس بدي اقول عن جد هي المبادره بتكون من شخص ببلش هو بفكره مثل ما هذا الفيديو اللي شفناه هلا شخص بلش يرقص ولقى المجموعه كلها عم ترقص وراه فبس منا واحد يقرر يعمل شيء منيح لهذا البلد شيء منيح لهذا المجتمع بتلاقوا الكل حواليه نحن ما بدنا بس حدا يذكرنا كل يوم والتاني انه لازم نعمل منيح لازم نعمل منيح اكيد بنوصل للي بدنا اياه